وننتقل الآن إلى جبل الويبدة، حيث بدأ قبل نحو نصف ساعة من الآن اعتصام الفنانين الأردنيين في خيمة نصبوها مساء أمس أمام مبنى النقابة. الاعتصام يعتبر الأول من نوعه في الأردن، ويأتي احتجاجا على عدم تلبية مطالب الفنانين. ومعنا من مكان الاعتصام للمزيد من المعلومات مراسلنا ربيع الصعوب. ربيع، كيف تصف لنا المشهد؟ نعم سهار، أنا الآن أمام نقابة الفنانين تحديدا في جبل الويبدة. هناك العديد من الفنانين المشاركين في هذا الاعتصام. المار من هنا أو المشاهد لهذا المنظر يعتقد أن هناك عملا مسرحيا فنيا أردنيا جديدا قد يكون، ولكنه لا يعلم بأن هذا أول اعتصام للحركة الفنية في تاريخ الأردن. العديد من الفنانين والمتضامنين مع الفنانين كبعض أعضاء الحركات الشعبية وبعض النواب كانوا داخل هذه الخيمة متضامنين مع الفنانين. الفنانين ينشئون هذه الخيمة بعد ضغوطات تعرضوا لها كما يقولون، ضغوطات لمنعهم من إنشاء هذه الخيمة وإعلان الاعتصام المفتوح، كما أكد لنا حسين الخطيب نقيب الفنانين الذي يلقي في هذه الأثناء كلمة يقول بأنه مستعد للتصعيد من أجل نيل مطالب الفنانين، والتي تتلخص أيضا بتوفير منحة لإسكان لبعض الفنانين. هم يقولون بأن أوضاع الفنانين المادية ضعيفة للغاية، هم يمثلون الشخصية الأردنية على الشاشة العربية ويجب أن يلقوا الكرامة. وهناك من يقول من الفنانين أن الفن الأردني يلفظ أنفاسه الأخيرة إذا ما توفر الدعم الحقيقي من المؤسسات الرسمية. قال قبل قليل نقيب الفنانين بأنه شهد خمس حكومات لكن دون جدوى، برغم اتصالاتهم المتكررة، دون جدوى لتحسين وضع أو حال الفنان الأردني. كما يقول أن الفنان يسكن الوطن فيه ولكنه يريد أن يسكن في وطنه. العديد من المتضامنين مع الفنانين موجودين، بعض الصحفيين يقول في هذه الأثناء حسين الخطيب لمن نشكو؟ لمن نشكو؟ لمن يشكو الفنان حاله المتردية؟ كما يقول العديد من اللافتات موجودة الآن، أقرأ منها من المسؤول عن حجب علاوة المهنة للفنانين العاملين في المؤسسات الرسمية، لمصلحة من غياب الفنان الأردني عن الشاشة الوطنية. الفنانون أيضا يطالبون بمؤسسة إدرامية للإنتاج الفني، يقولون بأنهم قاموا بعمل جدوى اقتصادية لها هذه المؤسسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الفن الأردني. يبدو انفعال حسين الخطيب باديا على نعم ربيع، لكن في حال عدم تلبية مطالب الفنانين والتي يطالبون بها الآن في هذه الكلمة، ما هي الإجراءات التي قالوا إنهم سيقومون بها؟ أتوقع أنك تتحدثين عن المطالب. ما هي مطالب الفنانين الأردنيين؟ المطالب تتلخص بأنهم يريدون، هم عملوا جدوى اقتصادية لمؤسسة إنتاج إدرامي أردنية لإنقاذ الفن الأردني. هم يريدون اهتماما أكثر وتوفيرا للمناخات القابلة لإنشاء بيئة درامية تعود بالدراما الأردنية كما كانت قبل عشرات السنين. هم يريدون منحة إسكان لتوفير سكن للفنانين. أيضا هم يريدون تأمين صحي درجة أولى من قبل الفنانين الأردنيين. كما يقول حسين الخطيب بأنه مستمر لغاية تحقيق هذه المطالب. العديد من الفنانين موجودين هنا، أمثال موسى حجازين وجوليت عواد وجميل عواد والعديد من الفنانين الأردنيين ما زالوا مستمرين في هذا الاعتصام. كما ترين الخيمة هنا تغلق الشارع. نعم. هناك ربيع الصعوب، كنت معنا من جبل الويبدة، شكرا جزيلا لك.